السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلاب. نلتقي بكم في فيديو جديد بعنوان الخطوات الكاملة للتقديم الإلكتروني. هنحاول من خلال الفيديو دي نتكلم عن كل الخطوات بصورة مفصلة للتقديم الإلكتروني للجامعات السودانية. ده هنا الويب سايت، العنوان بتاع الويب سايت اللي انت من خلاله هتدخل وتقدم الكترونيا. ده العنوان بتاع الويب سايت اللي انت من خلاله هتدخل وتقدم الكترونيا، والعنوان الثاني ده الدليل بتاع القبول للعام الحالي. اوكي، اذا احنا هنكتب العنوان الاول دي، هنكتب العنوان الاول دي عشان نقدم الكترونيا. هنكتب العنوان الاول www.admission.gov.sd. اوكي، اتفقنا؟ طيب، في تحديث عملوه ناس إدارة القبول من خلال الويب سايت بتاعهم، بيقول إنه حتى إنك تتصفح موقع التقديم الإلكتروني لمؤسسة التعليم العالي بالسودان بصورة ممتازة، بيقولوا إنك يفضل تستخدم المتصفح أو البراوزر بتاع الفايرفوكس. يعني إذا أنت كنت بتستخدم جهاز حاسب أو لابتوب، ديسكتوب أو لابتوب، تمشي تخش في المتصفح بتاع فايرفوكس وتعمل له داونلود عندك لو ما كان عندك نازل في الجهاز. وانا جربت الحكاية دي، المتصفحات التانية ما بتعمل، تكاد انها ما تكون بتعمل، فقط المتصفح اللي اشتغل معاي هو المتصفح بتاع فايرفوكس، وده تحديث نزلوه هم من خلال الويب سايت بتاعهم. طيب لو كنت بتستخدم جهاز هاتف محمول، بيقول لك انك يفضل تستخدم واحد من المتصفحات الثلاثة دي، واحد من المتصفحات الثلاثة دي تنزلها في الجهاز بتاع الهاتف المحمول بتاعك عشان تقدر تدخل للاستمارة بتاعة التقديم الإلكتروني. إذا يا شباب، لو كنتوا بتستخدموا جهاز بتاع لابتوب أو جهاز بتاع ديسكتوب، تمشوا تستخدموا الفايرفوكس، ومن خلال الويب سايت ذاتهم خدت لكم كيف تنزلوا الفايرفوكس وكيف تنزلوا المتصفحات دي. يعني انت ممكن تمشي تنزل الفايرفوكس تعمل له داونلود عادي، او تمشي تخش الويب سايت بتاعهم عاملين لك لينك للمتصفح بتاع الفايرفوكس للسوفت وير بتاعه عشان تعمل له انستول في الجهاز بتاعك، وسهل جدا جدا، ابدا ما عملية صعبة. اوكي، طيب نزلنا المتصفح بتاع الفايرفوكس، انت بعدها هتقدر تدخل للاستمارة بتاعة التقديم الالكتروني. اذا ده تحديث جديد موجود من خلال الويب سايت بتاعه. طيب قبل ما تقدم الكترونيا يا شباب، يعني قبل ما تمشي تفتح اللابتوب بتاعك وتحاول تملأ الاستمارة بتاعت التقديم الالكتروني للجامعات السودانية، لازم تكون معاك حاجتين. الحاجة الأولى، لازم تكون معاك رقم استمارة القبول. في الفيديو السابق اتحدثنا كيف انك تتحصل على استمارة القبول، الرقم بتاع استمارة القبول ده مهم جدا جدا. يعني قبل ما تقعد قدام اللابتوب او قبل ما تفتح الموبايل بتاعك عشان ما تقدم الكترونيا، لازم يكون معاك في ورقة بره الرقم بتاع استمارة القبول. الحاجة الثانية والمهمة جدا، انك لازم تكون حددت رغباتك بعناية تامة. لازم تكون حددت رغباتك بتاعت القبول بعناية تامة. اقل عدد 15 رغبة، واكثر عدد 45 رغبة. في كل رغبة تكون حددت اسم الجامعة والكلية، يعني تكون كتبت بره في ورقة بره كل رغباتك من 1 لغاية 15، الجامعة الفلانية، الكلية الفلانية، نمرة 2، الجامعة الفلانية. كتبت الكلام ده كله في ورقة بره عشان تسهل لك بعدين العملية بتاعت التقديم وما تحصل لك لخبطة. العملية بتاعت التقديم سهلة جدا جدا، ما فيها أي تعقيد، ولا بتحتاج إنك تمشي سايبر، ولا بتحتاج إنك تمشي تدفع لمركز قروش. أنت براك ممكن قاعد في البيت مع الأسرة أو مع زملائك تكمل العملية، لكن لازم عشان العملية تتم بنجاح إنك تكون حصلت على الحاجتين دي. مشيت جبت رقم الاستمارة عن طريق البنك أو عن طريق الرسالة النصية، وحددت رغباتك كاملة، كتبت رغباتك كلها، حددت من 1 لـ15 بالترتيب، الرغبة الأولى والرغبة الثانية والرغبة الثالثة والرغبة الرابعة، قدام كل رغبة كتبت اسم الجامعة واسم الكلية، حتى بعدها تمشي تقدم إلكترونيا. إذا ما حددت رغباتك ما تمشي تقدم، لازم تحدد رغباتك برا. لما بعد الاستمارة هي مجرد إدخال، وسيلة بتاعت إدخال، يعني ما وسيلة بتاعت تفكير. يعني ما أنت هتقعد قدام الكمبيوتر فاتح الاستمارة وتقعد تفكر الكلية الأولى يا تد دايرة والكلية الجامعة يا تد دايرة، لا،
الاستمارة هي عندها سيشن تايم معين انت بتدخل عليه، فانت لازم تكون اوريدي مجهز ال 15 رغبة بتاعتك في ورقة بره كاتبها، كاتب في كل رغبة الاسم بتاع الجامعة. طبعا اختيار الرغبات ده يا جماعة هو عبارة عن ايشو او قضية كبيرة جدا جدا، لازم تكون اتناقشت فوق مع اسرتك، لازم تكون مشيت الجامعة وسألت عنها وعن الكلية اللي انت دار تقدم لها والناس اللي بيدرسوا فيها. يعني موضوع كبير جدا ما هنحاول نتكلم عنه في الفيديو ده، لاننا دارين فقط نتكلم عن انك كيف تقدم الكترونيا. تمام، اذا اتفقنا. طيب، التقديم الالكتروني عنده 5 خطوات، 5 خطوات سهلة جدا 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 في غاية البساطة. اوكي، الخطوة الاولى هي الدخول للتقديم الالكتروني، والخطوة الثانية هي التأكد من الملف الشخصي، التأكد من الملف الشخصي، والخطوة الثالثة هي اختيار وترتيب الرغبات، والخطوة الرابعة هي إقرار صحة بيانات التقديم، والخطوة الخامسة هي طباعة الاستمارة. إذا دي الخطوات الخمسة بتاعت التقديم الإلكتروني. أوكي، هنتكلم عن كل الخطوات دي خطوة بخطوة. طيب، وانت مشيت الويب سايت، كتبت الادريسز بتاع الويب سايت بتاعك دي، قمت كتبت www.admission.gov.sd، وقمت جيت اول ما هتخش الويب سايت هتلاقيك التقديم الالكتروني، اضغط هنا، اضغط هنا. انت بعد هتضغط، بمجرد ما انت دخلت وضغطت على الحته دي هيتفتح معاك الويب سايت هنا، هيتفتح معاك الويب سايت دي. انت هتقوم هتختار من الويب سايت هنا، هتلقى هنا مكتوب التقديم للدور الاول قبول عام الشهادة السودانية، رابط التقديم، اضغط هنا. اغلى عدد للرغبات 15 رغبة، اكبر عدد للرغبات 45 رغبة. بوريك نهاية التقديم هو عبارة عن يوم 28 شهر 12. اوكي، وريك الزمن اللي بينتهي فوقه التقديم. تمام، طيب، انت بعد كده هتقوم تضغط هنا، هتمشي لوين يا شباب؟ هتمشي لتضغط هنا. طيب، انت مشيت لوين؟ مشيت قلنا هتمشي لتضغط هنا. بعد ما تضغط هنا، بمجرد ما انت وصلت تضغط هنا، هتتفتح لك الخطوة الأولى. احنا قلنا عندنا 5 خطوات، الخطوة الأولى هي خطوة الدخول للتقديم الإلكتروني، ودي خطوة سهلة جدا جدا ما فيها أي حاجة. هي الخطوة دي بتعتمد على شنو؟ هنا بتقوم بتكتب رقم الجلوس بتاعك، وهنا بتختار المساق، يعني بتضغط على السهم دي بتقوم بتختار المساق، هل هو أنت أكاديمي زراعي، تختار نوع المساق. هنا بتكتب رقم الاستمارة اللي أنا قبيل قلت إنك حضرته وجهزته مكتوب قدامك، بتدخل رقم الاستمارة. هنا بتختار الولاية اللي أنت جلست فيها للامتحان، بمجرد ما تضغط على السهم دي هتتفتح لك القائمة لستة بتاعت الولايات، هتختار الولاية اللي انت امتحنت منها. طيب، هنا بتقوم بكتابة ما تراه، هنا مكتوب 6 4 9، اذا انت هنا هتقوم تكتب نفس الرقم ده، هتكتب هنا 6 4 9. تمام، اذا دي بنقول على الخطوة الاولى ما فيها حاجة، الحاجة اللي فيها انك فقط ادخلت رقم الجلوس بتاعك وانت حافظه، المساق بتاعك اللي انت امتحنت منه، ورقم الاستمارة كتبته أساسا أنت جبته، رقم الاستمارة تكلمنا عنه في فيديو سابق، والولاية، وقمت في النهاية كررت الرقم المكتوب هنا دي، نفس الرقم المكتوب هنا أنت هتجي تنزله هنا. طيب، دي الخطوة الأولى، شايفينها هي كان باللون شنو؟ الأحمر. طيب، بعد ما انتهيت من الخطوة الأولى دي حعمل شنو؟ حعمل طوالي حاجة أضغط دخول، حاجة أضغط وين يا شباب؟ حضغط على الكلمة بتاع الدخول دي، بنقول على الخطوة الأولى ما فيها أي حاجة، فقط الحاجة اللي أنت جديد عليك هي الرقم بتاع الاستمارة. أنت عارف رقم جلوسك، وعارف المساق بتاعك، وعارف الولاية اللي أنت امتحنت فيها. طيب، بمجرد ما أنت تضغط على كلمة الدخول دي هيقوم طوال يغودنا للخطوة الثانية، والخطوة الثانية نحن سميناها خطوة التأكد من الملف الشخصي. خطوة التأكد من الملف الشخصي، انت بمجرد ضغطت على الخطوة الثانية بعد هيظهر لك الملف الشخصي. دي بيانات محفوظة عندهم في السجل في إدارة القبول، محفوظة البيانات بتاعتك، هتظهر، هتأكد منها انها صحيحة، تتأكد انه الاسم بتاعك صحيح، تتأكد رقم الجلوس بتاعك صحيح، تتأكد اسم المدرسة بتاعتك اللي انت امتحنت منها هتلقاه ظاهر هنا صحيح،
تتأكد من النوع بتاعك صحيح، تتأكد من الرقم الوطني بتاعك صحيح، تتأكد من الولاية، تتأكد من المساق. تمام؟ إذا دي 1 2 3 4 5 6 7 أشياء أنت مفترض تتأكد منها. أوكي، دي بنقول على التأكد من الملف الشخصي، يعني بياناتك ما في حاجة جديدة، خطوة سهلة جدا جدا، بس بتمر على البيانات. ده اسمك هنا الرباعي مكتوب صح، رقم الجلوس بتاعك هو مكتوب صح، نفس رقم جلوسك، هنا المدرسة نفس المدرسة اللي أنت امتحنت منها، هنا النوع، هنا الرقم الوطني، هنا الولاية، هنا المساق. ودي بيانات قلنا بتكون محفوظة في الداتابيز في إدارة القبول. أنت مجرد دخلت في الخطوة الأولى الرقم بتاعك طوالي بيحصل لها فيلين هنا في الفورم دي. تمام؟ اتأكدت من الخطوات السبعة دي في الخطوة بتاعتنا من التأكد الملف الشخصي. طيب بعد كده أعمل شنو يا أستاذ؟ عندنا تحميل الاستغالة. طبعا انت لو كنت استغلت من اي مؤسسه من مؤسسات التعليم السابق وامتحنت تاني، قمت بتقوم بتحمل الاستغاله هنا بتاعتك، بتحمل الاستغاله بتاعتك من الجهاز. طيب انا ما استغلت قبل كده، انا دوبك اول سنه لي امتحن وخاش الجامعه. طيب اهم حاجه هنا بنلقى بتدخل رقم الموبايل. تمام؟ بتدخل رقم الموبايل هنا تاني، بتكرر رقم الموبايل، ودي حاجه مهمه جدا جدا، لازم تشوف رقم موبايل شغال كويس، تدخل الرقم هنا وتيجي هنا تاني تكرر نفس الرقم هو ذاته، اعيد كتابه رقم المحمول. اوكي، الموبايل بتكرر هنا، اول مره دخلته هنا بتكرره. طيب دخلت الرقم ودخلت الحكايه دي، بعد شويه بتلقى هنا الجنسيه بتاعتك شنو. الجنسية سوداني، خلاص خليها زي ما هي. إذا كانت الجنسية غير سوداني أو أجنبي، بتقوم بكتابة الدولة الصحيحة. تمام؟ طيب أهم حاجة قال لك إذا أردت استقبال رسالة نصية على هاتفك تعلمك بحالة الطلب، يعني أنت الطلب بتاعك تم. تمام؟ بتضغط هنا، هنا بتلقى في دائرة، هنا في دائرة بتضغط عليها. لما تضغط عليها عن طريق الهاتف انت الرقم بتاعك، في حالة اكتمال طلبك بنجاح بتجيك رسالة نصية انه طلبك اكتمل بنجاح. دي بنقول على شنو يا جماعة؟ الخطوة الثانية ما فيها اي حاجة، فيها حاجة واحدة، فيها سبع حاجات دي انت بتتأكد منها، بتتأكد منها هي صحيحة. ثاني حاجة فيها هنا الرقم بتاع التلفون، بتتأكد منه، بتتأكد من الجنسية، وبتجي في النهاية بتضغط اوكي على الحكاية دي. تمام؟ انتهيت يا استاذ من الحكايه، امشي وين تاني؟ بتلقى هنا مكتوب ليك الذهاب للخطوه الثالثه، الثالثه بتضغط هنا. نضغط وين يا جماعه؟ نضغط هنا. لما نضغط هنا بمجرد ما ضغطنا هنا بنمشي للخطوه الثالثه. طيب لو لاحظنا هنا الخطوه الاولى اكتملت، ادانا لها باللون الاخضر وادانا مع علامه صح، والخطوه الثانيه لسه ما اكتملت لانه احد اكتمل بيتين بعد ما اضغط على الحته دي. طيب انا كملت الحاجات دي، راجعت السبع حاجات. تمام؟ كتبت رقم التليفون بتاعي وكررته، وجيت هنا كتبت انا عاوز استقبل رساله نصيه تعلمني بحاله الطلب، وحددت الجنسيه بتاعتي اذا كنت سوداني او ما سوداني. بعد ده حاجه اضغط وين يا جماعه؟ اضغط في الخطوه الثالثه دي عشان امشي للخطوه الثالثه. طيب مشيت للخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة أنا سميتها اختيار وترتيب الرغبات، ودي خطوة مهمة جدا جدا. أنا قلت لك قبل ما أنت تجي خاشي عشان تملأ أو تعبي الفورم بتاع استمارة القبول، لازم تكون حددت أقل شيء 15 رغبة، كتبت اسم الجامعة وكتبت اسم الكلية. تمام؟ طيب بجي بمر على البيانات تاني من جديد، بتأكد ده الاسم بتاعي وده رقم الجلوس وعدد الرغبات اللي انا عاوز اتاكد منها. طيب باجي بعدها بختار نوع التقديم. طيب هو هنا كاتب لي تقديم بكالوريوس، او انت عاوز تقدم في الدبلوم، او عاوز تقديم الولاية. اوكي، حسب الشروط بتاعتك. انت هنا طوالي قمت اخترت تقديم البكالوريوس، هتضغط على الحته دي. اوكي، طيب هنا هيعتمد لك النسب بتاعت شنو يا جماعه؟ بتاعت السنه السابقه. ونحن قبل قلنا في اول فيديو انه الدليل بتاع المنافسه بتاع 2020 ما هيكون مناسب ليك، المناسب ليك هو الدليل بتاع المنافسه بتاع 2019 اللي انت هتقارن بيه. تمام؟ طيب بعد ده حاجه اختار نوع المؤسسه. اوكي، مؤسسة التعليم العالي الحكومي، بعد ده هضغط على السهم دي هختار مؤسسة التعليم، مؤسسات التعليم العالي الحكومية. تمام؟ هاجي بعد ده اختار الجامعة، برضو هختار كيف يا استاذ؟ هضغط على السهم دي. بعد ما اضغط على السهم دي بتجيني لستة كبيرة فيها اسماء كل الجامعات،
اوكي، بمجرد ما اختار الجامعة هتتفتح لي هنا اختيار البرنامج او الكلية، هتتفتح لي هنا لستة باسماء الكليات الموجودة كلها في الجامعة المعنية. انا بختار يا جماعة رغبة رغبة، بدخل رغبة 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 لحد ما اكمل ال 15 رغبة اللي هي اقل عدد. تمام، اذا انا جيت اخترت الجامعه ظهرت لي كل الكليات الموجوده في الجامعه دي. الجامعه الما مناسبه سوري او الكليه الما مناسبه لي للتخصص بتاعي حلقاها باللون الاحمر دي، انا ما حقدر اقدم فيها، هتلقاها ظاهره طوالي باللون الاحمر دي، ما مسموح لي ان انا اقدم فيها، ما مناسبه للمساق اللي انا قريته. تمام، اذا هختار الكليه اللي انا دايره، اخترت الكلية اللي أنا دايرة. طوالي بعد ما أختار حاجة أقول شنو تقديم الرغبة، هنا حاجة هضغط هنا. تمام، إذا أنا اخترت الرغبة الأولى، إذا اختار الرغبة من الكليات واضغط هنا الزر الثاني. بعد ما أضغط الزر الثاني دي هتجيني طوالي رسالة هتقول لي أنت اخترت الرغبة دي الجامعة الفلانية والكلية الفلانية. في الرسالة دي هضغط أوكي، هتجيني رسالة طوالي منبثقة فوق، هضغط اوكي على اساس انه انا اخترت الكليه دي والرغبه دي. اوكي، دي الرغبه الاولى. تمام، نلاحظ هنا عندنا جدول، ده اسمه جدول الرغبات، شايفين الجدول ده اسمه جدول الرغبات، فيه هنا الرقم بتاع الرغبه واسم البرنامج ونوع التقديم ورمز البرنامج والترتيب لاعلى والترتيب لاسفل وحذف الرغبه والنسبه السابقه بتاعت السنه الفاتت. تمام، انا بمجرد ما اختار الرغبه الاولى هتنزل لي هنا طوالي مباشره. تمام، هاجي تاني طوالي اشوف الجامعه اللي انا داير هختارها من الجامعات، نفس الحكايه هختار الكليه اللي انا دايرها واضغط هنا هتنزل لي الرغبه الثانيه. عملت رغبتين، عاوز الرغبه الثالثه اعمل شنو؟ تاني برضو اجي راجع هنا هقوم هضغط على الجامعة اللي أنا دايرها، هتظهر لي الكليات، هضغط على الكلية هعلم الكلية اللي أنا دايرها هعلمها هنا، وحاجة أختار تاني هنا هتظهر لي الرغبة الثالثة. تمام، تاني الرغبة الرابعة هعمل شنو؟ برضو نفس الحكاية، حاجة أختار الجامعة وأجي أختار الكلية وهضغط هنا. إذا 3 خطوات، الخطوة الأولى بختار الجامعة، الخطوة الثانية بختار الكلية اللي أنا دايرة، الخطوة الثالثة بضغط على هنا تقديم الرغبة، اضغط هنا كل مرة هتظهر لي رسالة فيها الجامعة والرغبة وهضغط على أوكي عشان تنزل الرغبة. إذا بعد هيتكون لي جدول فيه 15 رغبة أو 15 الرغبة اللي أنا اخترتها مرتبة بالترتيب اللي أنا دخلته. تمام، هيتكون لي جدول فيه 15 رغبة اللي أنا اخترتها مرتبة بالترتيب اللي أنا دخلته. ده الجدول اللي اتكون، شايفينه؟ ده الجدول اللي اتكون، هيتكون من 1 ل 15، لأنه قلنا أقل عدد للتقديم يا شباب هو عبارة عن 15. 15 رغبة ده أقل عدد بتاع التقديم، أقل عدد من الرغبات. طيب، دي هنا الرغبات اللي أنت اخترتها، هنا اسم البرنامج، كلية مثلا الطب، جامعة الخرطوم، هنا نوع التقديم بكالوريوس، هنا رمز البرنامج، هنا الترتيب لأعلى، وعندي الترتيب لأسفل، وعندي حذف الرغبة. إذا نلاحظ الثلاثة حاجات دي اللي أنا ممكن أتحرك فيها، ترتيب لأعلى، ترتيب لأسفل، حذف الرغبة. يعني أنا دخلت الرغبات وأنا قلت لكم أنتم من البداية حددوا الرغبات ورتبوها. تمام، طيب أفرض أنا بعد ما قدمت داير أخلي الرغبة دي الأولى وأنزل دي الثانية أو كده، بمجرد ما أضغط الترتيب لأعلى هتمشي الرغبة دي لفوق، هيحصل لها أب، دي هتكبر الرغبة الأولى. تمام، ودي هتكبر الرغبة الثانية. طيب أنا عاوزة أجيب الرغبة دي أنزلها لأسفل، بمجرد ما أجي أضغط حاجة أضغط الترتيب لأسفل هنا هتنزل الرغبة تاني. إذا الترتيب لأعلى بوديني الرغبة اللي بحركها لي لفوق، والترتيب لأسفل بحرك الرغبة اللي تحت. طيب يا أستاذ أنا ماذا راح أحرك لأعلى؟ ده راح أحذف الرغبة دي مرة واحدة، هاجي هنا قصاد الرغبة وأضغط هنا، هنا دي حذف الرغبة، بيحذف لي الرغبة من الجدول بتاعي. اوكي، اذا انا لازم اعرف اتعامل مع الجدول ده بصوره ممتازه، لكن قبل كده عشان ما احتاج لترتيب لاعلى ولا ترتيب لاسفل ولا حذف الرغبه ولا الكلام ده، انا بكون في ورقه كتبت ال 15 رغبه بتاعتي بالترتيب، اتاكدت، لانه قلنا يا جماعه استماره التقديم الالكتروني ما هي مساحه للتفكير، يعني ما انت جاي دوبك تقعد تملى الاستماره تفكر انا داري تجامع وتشوف الكليات وتقرا، لا انت من بدري بتكون شفت طبعت الدليل بتاع المنافسة بتاع 2019 وحددت اقل عدد 15 رغبة، حتى من بعد جيت قعدت قدام الجهاز، ما مساحة للتفكير والاختيار، لا
ده اسمها الفيلينج فورم. انت بتملى الفورم بتاعك اكوردنج للبيانات اللي انت عندك، تمام؟ عشان كده ما تحتاج للترتيب لاعلى والترتيب لاسفل وحذف الرغبه والكلام ده، تمام؟ بعد ده تراجع الرغبات بتاعتك كلها صحيحه، دي بنقول عليها الخطوه الثالثه، تمام؟ دي بنقول عليها الخطوه الثالثه، اتاكدت من الرغبات بتاعتك كلها صح موجوده، انت مريت من الخطوه الاولى اداك صح، والخطوه الثانيه هحس وين؟ في الخطوه الثالثه، اوكي؟ بعد كده بمشي لوين يا جماعه؟ بعد الانتهاء بضغط بمشي لوين؟ بمشي للخطوه الرابعه، هنديلها قاعده هنا، اوكي؟ بجي بضغط عشان امشي للخطوه الرابعه، نحن حس الان في الخطوه الثالثه، اوكي؟ في الخطوه الثالثه، بجي اضغط هنا عشان امشي لوين يا جماعه؟ للخطوه الرابعه. طيب جيت الخطوه الرابعه، ودي اهم خطوه، اهم خطوه يا جماعه هي الخطوه الرابعه، هي اقرار بصحه بيانات التقديم. بعد الخطوه دي تاني انا ما بقدر اتراجع، الخطوه دي بمجرد ما افوت منها انا بكون عملت سبميتد للفورم، رسلت الفورم ورسلت البيانات بتاعتي لاداره القبول، ما بقدر اتراجع منها. يعني دي الخطوه اللي انت مستحيل انك كل الخطوات السابقه انت ممكن تمرق تعمل خروج وتخش من جديد وتعيدها، لكن بمجرد ما تصل الخطوه الرابعه دي وتملاها وتفوتها خلاص انت بعد ده رسالتك بياناتك دي ترسلت مباشرة لمكتب القبول وما ممكن انك تتراجع منها تاني. فنبقى رجاء لما نفوت من الخطوة الرابعة دي خلاص البيانات اترسلت وحصل لها سيف في الداتابيس بتاعت مكتب القبول، ما انا هقدر اتراجع منها، عشان كده لازم نكون حريصين. انا سميتها خطوة اغرار صحة بيانات التقديم. لما نجي للخطوة دي مطلوب مني شنو؟ تتأكد تاني من البيانات الشخصية بتاعتك كلها. لاحظوا هنا قال لك اكتمل التقديم، قال لك لا انت لسه التقديم ما اكتمل، لكن بمجرد ما انت تفوت منها انت خلاص، بمجرد ما انت تفوت من الخطوه دي خلاص انت تاني ما هتقدر تراجع، ما عندنا طريقه نرجع للخلف يا جماعه، تمام؟ تركد اسمك مكتوب صح، تاكد رقم جلوسك، عدد رغباتك، تاكد المليت قبيلك في الخطوه الثالثه نزلت زي ما هي مكتمله، مليت 15، مليت 20، اقصى عدد 45 واقل عدد 15، يتأكد منها، يتأكد من رقم الاستمارة، يتأكد من الرقم الوطني. مليت دي سندي الخطوة اسمها الإقرار، إقرار صحة البيانات. طوال بتجي بتقول بأن غير بأن الرغبات التي قدمتها هي الرغبات الصحيحة، بتضغط هنا على نعم. طيب غير بأن بياناتي تقدمت بها صحيح، لازم تضغط هنا على نعم. تأكد من الرغبات، نعم، تضغط على نعم. ثاني أريد تسليم الاستمارة، نعم. خلاص أنت بعد ده استمارتك، بعد ما تضغط انتقال للخطوة الخامسة استمارتك هنا طوالي بتكون مشت وين يا جماعة؟ بمشت دي الخطوة الرابعة اللي نحن فيها. بعد ما انت عملت كل الحاجات دي تعال تاني اتأكد، ما تستعجل، اتأكد تاني من الرغبات بتاعتك بالترتيب الموجود، كلية الطب الخرطوم، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة الخرطوم، مدرسة، اتأكد من رغباتك كلها، اوكي؟ بعد لانه انا بعد ما اكمل الرغبات دي او اتاكد امشي من الخطوه دي يا جماعه ما ممكن يتراجع. اتاكدت من رغباتي، تمام؟ اوكي، عندك اي مشكله ما تضغط على الخطوه الخامسه دي. عندك اي مشكله لسه اعمل خروج وامرك. عندك اي مشكله اعمل خروج وامرك، لكن بمجرد اعيد واكرر ابنائي الطلاب، بمجرد انت ضغطت على الخطوه الخامسه دي خلاص الريكورد بتاعك واستماراتك وبياناتك والكليات اللي اخترتها انت مشت لاداره القبول، وانت تاني ما ممكن تتراجع، ما ممكن تتراجع عن التقديم اللي انت قدمته. عندك اي مشكله استنى وموجود، ممكن تضغط هنا تخرج وتجي تاني خاشي للسيستم من جديد، لكن بمجرد ما انت ضغطت على الخطوة الخامسة انت بعد خلاص، دي اسمها خطوة الإرسال، دي اسمها خطوة شنو يا جماعة؟ إرسال. خلاص انت رسلت البيانات بتاعتك لإدارة مكتب القبول، دي خطوة الرسالة الإرسال، ما بنقدر نتراجع تاني. فرجاء انت عندك اي مشكلة امرك، اتأكدت انه بياناتك كلها صحيحة ضغط في الخطوة الخامسة، اضغط الخطوة هنا الخامسة، الخطوة الخامسة. طيب جينا للخطوة الخامسة، هي خطوة طباعة الاستمارة. تتأكد تاني، وإذا حتى لو اتأكدت، لو ما اتأكدت خلاص أنت بياناتك أوريدي ماجد. يعني دي الخطوة دي اسمها طباعة بس، برينت، بتطبع الاستمارة، ودي مهمة جدا جدا إنك تطبع الاستمارة بتاعتك عشان بتكون دوكيومنتيشن موجود قدامك، أنت لو حصلت أي مشكلة والله أنا قدمت وهندي الرغبات وهندي الاستمارة بتاعتي،
نطبع الاستمارة من هنا، نطبع الاستمارة من وين؟ من هنا لطباعة الاستمارة. اوكي، لو ما قدرت تطبع الاستمارة تعمل لها سكرين شوت او سناب شوت، تعمل لها سكرين شوت او سناب شوت. طيب انا ما عملت سكرين شوت وما طبعت الاستمارة ومركت، خلاص عملت خروج ومركتها، ما في مشكلة، ممكن تجي تمشي أي جهاز بتاع كمبيوتر بعد ما عملت كملت الخطوة الخامسة دي، تمشي تاني تخش من جديد بتلقى نفسك في الخطوة الخامسة، تعمل لها أي جهاز بتاع كمبيوتر مطبوع، أي برينتر، أي سايبر، تخش وتعمل طباعة، ما في مشكلة، تخش وتعمل طباعة بتطبع لك الرسالة. لكن الأفضل إنك طوال عمل لها سكرين شوت، عامل سكرين شوت، ما عندك طابعة موصلة في الجهاز، طوال عامل سكرين شوت أو سناب شوت للاستمارة لبياناتك دي كلها، احفظها، امشي لأي سايبر او اي زول صاحبك عنده برينتر موصلة، خش تاني من جديد للسيستم، دخل رقم الاستمارة، هتلقى نفسك واقف في الخطوة الخامسة وعمل لها طباعة بتطلع. تمام يا شباب؟ اذا دي كده الخطوة الخمسة خطوات، ودي هي الخطوة الأخيرة اسمها طباعة الاستمارة. اوكي، يعني خطوة بتاعت برينت بس. اوكي، لكن اهم خطوة في الخطوات هي الخطوة دي الرابعة. انت لو خلاص فت من الخطوة الرابعة دي، ضغطت هنا للخطوة الخامسة، تاني ما بتقدر تتراجع. يعني انا لو وصلت هنا خلاص، لو ضغطت بمجرد ما ضغط هنا معناه ارسال، معناه انت رسلت كل الرغبات بتاعتك دي لادارة القبول. اذا دي كده يا جماعة الخمسة خطوات، بمجرد ما انت كملت من الخطوة الخامسة تعمل خروج. خروج، انت الان في الخطوة الخامسة والاخيرة بتعمل خروج، بتلقى نفسك في الخطوة الخامسة، انت جيت الخطوة الخامسة وانتهيت من السيستم، مركت من السيستم بعد ده ومركت وكملت الاستمارة بتاعت القبول، بتجيك تم خروجك من النظام بصورة آمنة. شكرا جزيلا، انت كده مليت الاستمارة. اذا يا شباب دي الخمسة خطوات انا بملاها، هي خمسة خطوات سهلة جدا جدا زي ما ذكرتها. الخطوة الأولى التقديم الإلكتروني، دي ما فيها أي حاجة، بتدخل رقم الاستمارة فقط. الخطوة الثانية برضو ما فيها حاجة، بتتأكد من الملف الشخصي وبتكتب رقم التلفون وبتكرره وبتعمل أنا عاوز استقبل حال تقديم الطلب. تمام. الخطوة الثالثة هي الخطوة المهمة، الخطوة الثالثة دي والرابعة هم أهم خطوات. الخطوة الثالثة والرابعة يا جماعة هم أهم خطوات. الخطوة الثالثة دي أنت بتعمل اختيار وترتيب للرغبات، ودي أوريدي أنت قبل ما تيجي تقعد قدام الكمبيوتر جهزت ال 15 رغبة بتاعتك. الخطوة الرابعة هي الإغرار، لأنك أنت لما تفوت من الخطوة الرابعة ثاني خلاص ما ممكن ترجع، ما ممكن ترجع بعد ده، بتمشي الخطوة الخامسة طباعة الاستمارة. دي مهمة جدا جدا إنك تعمل سكرين شوت بعد ما انتهيت الاستمارة بتاعتك، أو تعمل لها برينت اوت من اي جهاز مربوط فوق الانترنت. وبكده نكون كملنا التقديم الالكتروني. اتمنى انه هذا الفيديو يساعد ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في التقديم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.